بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، صدق الله العظيم. تم بعون الله تعالى تنظيم وانضمام كتائب حلقة التابع لواء التوحيد ضمن فوجين، الفوج 12 بقيادة المجاهد عبد الرحمن تركي، والذي يضم الكتائب التالية: كتائب أبناء الصحابة، ألف كتيبة الشهيد حسن تركي، ب كتيبة الشهيد أنصار السنة، كتيبة المجاهدين، كتيبة الشهيد أبو العباد، كتيبة رجال القادسية، كتيبة محمد الفاتح، كتيبة المقداد بن الأسود، كتيبة العمري، 2 كتيبة أبو عمار، 3 كتيبة درع الشعار، 4 كتيبة مجاهدين المدينة القديمة، 5 كتيبة فرسان الحق، 6 كتيبة أحرار الصالحين، 7 كتيبة سادة السنة، 8 كتيبة نور الشهداء، 9 كتيبة جند الله. والفوج 13 بقيادة المجاهد مصطفى الشعبان الملقب أبو خليل الحياني، والذي يضم كتيبة مجاهدي الشباب، كتيبة التحرير، كتيبة سيوف الشباب، كتيبة عمر بن الجموح، كتيبة سيدنا بلال، كتيبة شهداء 1980، وكتائب التوافق الإسلامية، وهي كتيبة الشهيد الملازم أول موسى غزال، كتيبة الشهيد محمد أحمد شعبان الحياني، كتيبة الشهيد عبد الله عليطو، كتيبة صقر قريش، كتيبة جنود سليمان. والله ولي التوفيق. تكبير الله.